قالوا لي انه كلكم كنتوا عم تحكوا على جروب عندكم اياه ان كومن على واتساب، انه مش مصدقين كيف ترجعوا تجتمعوا ولا لا. دخلك في حدا خرقنا بهذا الجروب؟ في حدا فسيد؟ مين؟ اكيد سامر. ما في افصح مصادري. لا انا حاسس انه قيس. وين قيس؟ قد ايه بتشتاقوا لبعض؟ يعني الناس ما بتعرف الجو اللي بتعيشوه على السيت. نحن بالتحديد على فكره هيدي الحاله مش بكل كاستات المسلسلات بتصير، يعني ستيلتو كان هلا نحن صايره معنا من قبل لانه شغلين قبل، بس ستيلتو شغله فريده من نوعها كانت. ايه يعني مثل ما عم بيقول، يعني اوقات ممثلين بيشتغلوا بعمل بيكونوا انه شوي اصحاب بالعمل او كتير اصحاب، بس وانس انتهى العمل بتنتهي، لانه كل واحد بتنتهي الصداقه، كل واحد بيروح على بيته على شغله. نحن لانه برات بلدنا وعايشين مع بعضنا، ونحن في شيء هيك سبحان الله، هل الجروب تبع ستيلتو كتير كنا مقربين ولليوم، فما كنا مصدقين. هذا الشيء ما بيتفسر على فكرة، يعني ما فينا نفسره، ما بنعرف نفسره، بنعرف إنه في كيمستري ركبت من داي وان، من أول نهار ركبت وما خلصت. يعني هلأ كنا كتير سعيدين إنه اليوم تروقنا مع بعض وقعدنا شربنا القهوة مع بعض، يعني طايرين من الفرحة قبل ما نجي لهون صدقيني. بدي أسألكم اليوم، رغم كل شيء عم يقطع فيه لبنان، عم نشوف أنه أول شيء الفنانين اللبنانية بمختلف القطاعات الفنية عم نشوفهم هون حاضرين بقوة، عم نشوف ثانياً في مرشحين للفوز بجوائز لبنانية، تعليقكم على أنه لو شو ما صار نحن بعدنا قادرين نوقف على إجرينا؟ أكيد لو شو ما صار رح يضل اللبناني واقف على إجري، بس مش معناتها لازم يكون ساكت على قصص عم بتصير، يعني لازم نحكي وما لازم نكون هيك مأخودين for granted إنه يلا اللبناني بيسكت واللبناني مثل طائر الفنيق ولبنان دايما بيرجع بيعلق. أوكي هول موجودين، بس كمان في قدرة تحمل لهاللبناني يلي عن جد تعب، فنحن بنأمل إنه يكون في إدارة أكتر ووعي أكتر عند المسؤولين، ويكون في بلكي دعم من برا ليطلع لبنان نهضة مرتبة مع الشعب اللبناني ونعيش مثل ما بيلبق لنا نعيش مزبوط. هلأ رغم هيدا أكيد نحن لو شو ما كان تلاقينا موجودين وطالعين، ولحو نحن موجودين هلأ بالرياض ومشاركين بالأورد، بس بحق لنا كمان بلبنان نعيش أحسن من هيك. قلتهم كلهم صراحة، نسيت السؤال. تعليقك على جوي أورد؟ بعت لهم بوسة. تعليقك على جوي أوردز اليوم، عم نشوف في فنانين من دول عربية، في مشاهير من دول أجنبية، تعليقك على كل هيدا المزيج وعلى اللي صرت شايفه لحد هلا؟ يعني بالنسبة لي جوي أورد ما عاد احتفال محسوب لا على السعودية ولا على العالم العربي، صار عالمي. يعني لا شك باللي عم نشوفه، الأسامي اللي موجودة، طريقة التنظيم، هالشيء الكبير كتير، يعني عن جد مشكورين كل الأشخاص القيمين على هالاحتفال، ونحن بنشكرهم ومبسوطين كتير إنه في عنا هيك شيء بالعالم العربي. كل اللي قالوا بس جد في